وظفك؟ ما وظفني. مع انه رحت بكير وعلقت بعجقة سير، في موعد مع المدير ومنه متفائل بالخير، بس شافتني السكرتير اجت لعنده قالت له هالشاب كتير مرتب بجنن ما في مثله. وظفك؟ لا ما وظفني. قال الحالي صعب كتير وما في عنا وظايف، لو وصف فيك الوزير البلد متل ما شايف. صاحبته توسط فيه قعدت حد وشرحت له بدل الشهادة في مية، متعلم ما في مثله. طيب وظفه؟ انسى ما وظفني. عبيتي بدي ارجع وارخيها بهالصالون، جاري لعندي يطلع وندور التلفزيون. خيي لابتوبه منزوع ومني فاضي فرمتلو، لو بدي موت من الجوع رح احضر ما في مثله. وظفك؟ والله يا ريت. ما وظفني. هذا له ربع ساعة جوا بطيء يا خيي. طب معقول هالقد؟ له نص ساعة جوا بطيء. يا عم كثير كثير هالقد، معقول ساعة بطيء؟ لا 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 له كتير هالقد، ساعة ونص كتير هالقد بطيء. كتير هالقد خيي، شو بدك تعمل عليها طلب؟ خلصي يلا. واخيرا واخيرا الحمد لله على السلامة. ساعتين ونص ساعتين ونص. بطيء بطيء الحال. واحد لك حاجة تقوم تلحق، عم تبرر كمان زي حك بعضه بده يحكي. ياي سريع كتير سريع. عم شو أرنب؟ وين صرتي انت؟ طيب طب ما عشرة ونص صارت، عشرة ونص. ايه يلا 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 ما تطق لك هلا عجقة سير. تعملي لي عجقة سير. لحظة في ببغى عم يصفر. لحظة شو بيه؟ شو؟ شو؟ شو جاي لحالك؟ ايه لحالي. شو المشكلة لحالي؟ ما معك لا هيديك ولا هيديك. خليك بشغلك، لا هيديك ولا هيديك، خليك بشغلك. قد ايه بدك وقت؟ طيب حياتي بطلب لك شيء قبل ما تيجي؟ ايه بتكوني. شو هي؟ ايه طيب ليك عندك شو على كريم؟ ايه ايه اوكي جيب لنا. لا لك لك لا الي او غيري، شو بدك بهالشغله؟ جيب شو على كريم. هذا ما غيره اللي بيطلع لي دائما وين ما بروح. يلا ناطرك ما تطولي حبيبي، باي. أنعم وأكرم أنعم وأكرم. لك شو هذا الله؟ شو على كرام؟ لك شو شو على كرام؟ هذا شو على كرام هيك؟ ما قلت لي شو؟ إيه هاي شو بالفرنساوي؟ هاي شو ملفوفة يعني؟ شو؟ قطعت الكلمتين وجبت لي هول؟ لك شيلها أحسن ما حطها بوجهك. أه شيلها شيلها من خلقتي. شو بدك؟ يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، جيب لي جوز هنا. عندك جوز هنا؟ إيه جيب لنا جوز هنا منيح. يا لك يبعث لك حمى شعاقه. وهذا كمان هلا ابو عمر السنجري رح يعمل لي. اهلين هند وجوزه. جوز هند. انت من شو معمول انت؟ انت من شو معمول؟ من شو مكون انت؟ معمول؟ ايه جوز ولا تمر؟ معمول وجوز؟ شو بدي بجوز وهند؟ بدي جوز هند اكله اندفسه.
مظبوط، ما بيتاكل هذا. اهلين جوز هند، تشرفنا خيي. انا هند. ايه اهلين، والسبعة انعام انت كمان. يا خيي نحن بمحل شو هون؟ مش محل حلو؟ بلا. مش محل، جيب لي شيء طيب منيح هيك. عزوق؟ ايه ايه عزوقك شيء طيب، بحب زوقك انا. بركي بدي طلع الخمير والفطير اليوم. لك روح. اهلين. لو شو قصتك عامل لي عرض ازياء انت ها؟ شو في هلا؟ بدك شيء طيب؟ في اطيب من هيك؟ ليك والله. ولك ان شاء الله بتنتفيس، ان شاء الله بزتوك تحت سابع ارض، ما بياكلك الدود، منيح هيك ما بدنا ناكل. لك ما بدي اكل، رح يجنني، رح يجيب لي الجلطه يا جماعه. ما بدك تاكل شيء طيب؟ لك ما بدي اكل شيء طيب، روح انت اندفس انت والشيء الطيب، العمى بقلبك وستين قلبك. لك زهقتيني على الصبح، مع مين عم تحكي؟ لك مع واحد تعرفت عليه هلا. شاتنج؟ شاتنج، ايه. انا شو بتضيعيني بشرفك؟ طب خبريني، طب قولي لي حبيبتي شو عم تقولوا؟ لحظة شوي، عم بسأله شو أكلتك المفضلة؟ ايه فتلك شو مهضوم أنا كمان. طيب قد إيه قياس إجرك؟ ايه 43، يعني إنه منيح. لا 43 يعني طويل. ايه ناصح ولا ضعيف؟ ايه منيح ميديوم. بيناتهم مش معقول. معقول ما ألزو؟ لا لو خرب ذوقك ما اسألك ليك عم بيسألني على شو لابسة بلا سؤالي. اه ايه تحش منيح. ليك شو اسمه؟ شو اسمه؟ اسمه سعد الحريري. سعد الحريري. سعد الحريري؟ ايه لكي وين ساكن؟ وين ساكن؟ بين السعودية وباريس. طيب عندك بيت بلبنان؟ بيتين. هلو تسألي؟ وين تعرفت عليه انت؟ على تويتر. انجا على تويتر. خلص. هاي مسيو. صعبتي كارين. شكرالي مطفية. يالو فيك تليز صحيلي، يعني فيك تقلها شي معظوم لذيذ حتى توقع. شايف انا كتير حلو. كريم كرون أمي حبيبه كرارينو كرون بابا. ايه بابا بابا. نعم بابا. انا مجبور اني اطلع اضل نبش عليك من مالها لمالها ومن نادي تلاقي لي ربي حيواني ومن قدامي على البيت احساب رايح عن صاحبتي 3 سنة وياها جاي لهون وسكرانة وطفية كمان جيلي عيدي من ايدي شنيرة روح قدامي على البيت. لا لما تكوني انت مطفية ما تخلي البابا يعرف. وصفت يلا يلا. اهلا بونسوار. بونجور مدام. اهلا بونجور. معك تحري انور كرابيج من الادله الجنائيه. تحري؟ نعم انور كرابيج. لا لحظه يا استاذ، والله العظيم جوزي ما خصه. اول شيء نحن عنا اولاد وبعدين عم نقص بيتنا وبعدين بتعرف المدارس واوتوكارات. اول شيء كان هو جاي من الشغل تعبان بالليل وعلى الطريق، وبتعرف وقت واحد بيكون عم بيشتغل كل النهار من الفجر للنجر، وصل هو وصل لحل حيوصل على البيت ما انتبه لها، قطعت الطريق فات فيها شبقه. لما شبقه طلع ما لقى في حدا، شايله للمره حطها بصندوق السياره، اجى لهون على الباركينج، طلع لعندي على البيت خبرني القصه. شوفي يا رولا شوفي تحري حبيبي. هو تحري طول بالك سيدي. اهلين اهلين. خليني اقول لك شو حكيتي شيء؟ لا قلت له من الاول. خليني اقول لك اياها من الاخر. بس انا اللي قلت من الاول انا بقولها من الاخر. انا جاي من شغلي، انا بمشي مع الحيط بالحيط وبقول يا رب الستره. وحياتك سيدنا بقلك يا مين تحلفني. انا ماشي عم بقطع الشارع بس لاوصل على بيتي هون طلعت بوجهي. شو بدي اعمل انا؟ طب ما في خلقت خلقها هيك قدامي.
رأت صبتها بمخها دغري، اجى مخها هيك بالغطى المطير وقلبت على ظهرها وراح راسها بالحيط. اخذت شرشف المطبخ ونزلت لتحت انا وياك، لفيتها فيه انا وياها سيدنا وحملناها ثقيله هلقات الطخن هي، شلتها معلم وحطيتها بقلب الصندوق واخذت نزلت فيها على الحرج. طلعت نازل 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 هونيك ما في حفره نفره عطمي ضلمي قد ما بدك، نزلت بحشت انا وياها بايدي، بحشت وبايدي انا كمان بحشتنا والله، قعدنا نبحش 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 مثل البسينات الله وكيلك سيدنا، وطميناها وظبطنا كل شيء عليها. هلا طلعت ريحتها ما طلعت ريحتها ما بعرف مين شافني وراح قالكم. لحظه لحظه لحظه، هون بيت النشبندي؟ نشبندي؟ بيت مين؟ نعم. نشبندي. اي نشبندي؟ لا جيراننا نشبندي مثل نحن بس بالوجه تاني. اه هونيك بالوجه؟ ايه. هلا انت جاي تسال عن بيت نشبندي؟ ايه انا بدي بيت نشبندي. عم فرطت معدتنا، هونيك بيت النشبندي هونيك جوا. شو عامل هذا ابن النشبندي؟ قصه مصاري 50 دولار واحد مش عم برجع له مضينه منه شيء. هذا كل عمره مقطع موصل محتار، روح لعنده. سوري اخذت من وقتكم. اه ميرسي. ممنون. بدكم زوم موفقين، يعطيك العافيه. اهلا. بابا في امشي تقل بنطلوني شو فيني اعمل؟ هاي اليوم موضوعنا هو عن السحسوح. السحسوح ليلي ما بيعرف شو يعني سحسوح، السحسوح هو الكف الايد لما بيجي بنص رقبة الشخص الثاني الموجود قدامه. السحسوح هو عبارة عن اختراع اخترعوا بالقرون الوسطى من زمان الزعماء العرب لحتى يروضوا في شعوبهم. مين قالكم انه السحسوح ما بيفيد؟ اليوم راح أخبركم شو منافع السحسوح. إذا شي مرة حسيت أنه عندك وتاب برقبتك ما في لزوم تروح تعمل فيزيوثيرابي، لأنه أول شخص بتلاقي أو بتلتقى فيه موجود حدك خلي يطرقك سحسوح على نص رقبتك لحتى يفكلك العضلية الموجودة بالكولون فيرتبرال تبع ظهرك، وهيك بتقول أنه السحسوح مفيد. إذا شي مرة صدفت أنه كنت زهقان وما عندك شيء تعمله وبدك تتسلى، ما لك غير انك تلعب لعبة السحسوح انت ورفقاتك. اذا زميلك كان نايم بالشغل وما عم بيوعى بتطرق السحسوح على رقبته وهيك بقوم مثل السبع بيرجع بكف الشغل. واهم شيء ما بدنا ننسى العادة اللبنانية لحتى نقول لبعضنا نعيما لما تحلق دقنك او تقش شعرك، هي السحسوح. لحتى تفش خلقك وتطلع كل ستريس بجسمك ما في لزوم بقى انك تروح على الجيم وتعمل سبور. ليش؟ فيك تصحصح عن ابو جنب مين ما طلع قدامك وهيك بتكون طلعت ستريس مثل ما قلنا. اذا كمان بدك تجقل على صاحبتك فيك انت وياها بس كون ماشي على الطريق تصحصح لاي شخص بيطلع قدامك. إذا كنت بالسينما وقاعد واحد قدامك بوليت راسه كبير ما عم تقدر تقشع اطرق سحسوح عن ناعم وبيمشي الحال. أما لتتفادى إنك أنت تاكل السحسوح أهم شيء لازم تضلك حامل مراية وعم تراقب مين جاي وراك لحتى ما تاكل السحسوح، وأهم شيء لازم تتفادى إنك تعلق بأيدي الأجهزة الأمنية. وثالثا وأخيرا أهم شيء ما تزعل زملائك بالجامعة العربية لأنه السحسوح تبعهم كتير قوي. مين قال أنه السحسوح ما بيفيد؟ أنا قال شوفكم بكرة. انت لانه انت اصلا مين محرك السياره؟ صهر. تعال تعال صهر، تعال قرب لقلك. نعم صهر. قرب لهون. نعم قرب لهون. مين محرك السياره؟ من مين حرك؟ مين حرك؟ احكوا بقى احكوا بقى، زلعومي زلعومكم، احكوا بقى. شو هلا بلعتم سيناتكم؟ انت شو مين محركها للسياره من ارضها؟ انا حركتها صهر. ليه حركتها؟ عشو حركتها؟ انت كيف عرفت اني حركت؟ انا كيف عرفت؟ لانه انا معلمها للسياره. تعال شوف تعال شوف، شفت الاثبات؟ شايف واقفي هون؟ مرجع نص متر السيارة لورا. مزبوط صار. ليه حركتها؟
ايه؟ ليه حركتها؟ ليه حركتها؟ ما جارنا نعيم بده يقطع وانت كنت بالحمام صهر. ايه؟ قمت اخذت المفتاح ونزلت رجعتها ورجعت مرقتها ورجعت صفيتها. عادي نزلت دورتها وحطيت اريير ورجعت؟ كيف بدي ارجع لك؟ الله لا يوفقك بجاه اللي خلقك، جيب الناطور. كيف يعني؟ جيب الناطور، بيجيبوا الناطور العالم. ايه؟ بيبومروا السيارة. ايه؟ وبتقول له للناطور تفشني لورا، انا على شو عم بدفع له 2000 ليرة بالشهر للناطور؟ لا 2000 ليرة؟ ايه؟ عم بتبعزق. ايه عم بعزق، عم فكر اعمل له اياهم 1000. شو ما هيدي كل تدويره بيروح لتر بنزين، وانت اكيد بتكون هاي ست التوره راحوا. شو بدي اعمل؟ شو بدي اعمل فيكم يا مروان؟ حرام كان عم بيطبخ. طب خلص اخر مره.